فلا نعتمد على عقولنا، وإنما نعتمد في أمور الغيب على الوحي المنزل، ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. وأمور البرزخ من أمور الآخرة، عالم آخر، انتهى من عالم الدنيا وصار في عالم الآخرة. وإن كنا لو كشفنا عنه لوجدناه كما وضعناه، لكن هو في عالم آخر، وما يجري عليه لا نراه ولا نحس به، لأنه في عالم آخر مغيب عنا. نعم.